السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا ناخذ هذه القصة عن واحد يقول: كرهت جاري بسبب أخوياي اللي في العمل وأخوياي اللي في الحارة، يعني الجماعات أنا أعرفهم في الحارة. يقول: جانا واحد جديد في نفس الحي، يقول يصلي معنا في المسجد وكذا، وأسلم عليه ويشوفني ويشلونك طيب وش أخبارك. يقول: تعرفت عليه من أنت؟ قال: أنا والله واحد جايكم من هذه المدينة كذا وكذا، وشلونك طيب وش أخبارك، وأتعرف عليه وكذا. يقول: قمت وعزمته، قلت العشاء بكرة. يقول: عيب وأنا ألزم فيه إلا للعشاء. يقول: عزمه للعشاء وبكرة. يقول: وعزم جماعتي وربعي وأخوياي وأصحابي في العمل. يقول: يا من عزمتهم؟ قال: أكو إيش تبي بفلان؟ هذا الرجال يتعاطى مخدرات ويعني له سمعة يعني في الأشياء هذه، واحد من أخوانه وكذا وكذا، يعني عائلته عائلة مي كويسة وكذا. يقول: أنا استغربت يعني، يقول ضاق خاطري وتكدرتني عزمته، والعرب يقول سمعته شينة وكذا. يقول: وتكدر خاطري وجليتني ما عزمته. يقول: قلت لهم المهم اني انا عزمته خلاص، وعزمت ناس معه كثير يعني من الحاره، جيراني في الحاره انا عازمهم، وانتوا اليوم بتجون تحضرون العشاء. يقول: جو وحضروا العشاء. يقول: والله انه يما اشوفه كاني شايف، اعوذ بالله من الشيطان، كاني شايف اللي عدو، كان ما عدو بجاري صار عدوي. يقول: اكلم لا سلم عليه وكلمني اجامله، ما حتى ابقى عاين في وجهه. يقول: من الكلام اللي قالوه لي كرهت الرجال. يقول: حتى الرجال يحاول يعني يسولف معي ويتكلم معي، يقول: والله اني ما عاد ابغى حتى عاين فيه. يقول: ما قلت على الله، والعشاء دا يخلص ويروحون. يقول: راحوا خلاص، تعشى وراحوا، وهو راح البيت. صرت لما اشوفه في المسجد والله اني حتى من اول اجي انا وياه في الطابور الثاني، ما عاد حتى اجي في الطابور الثاني، صرت اتاخر شويه عشان هو يروح في الطابور الاول وانا اجي في الطوابير الاخيره حقت الصلاه عشان اطلع من المسجد قبل ما يشوفني. يقول: وأقعد أنا وياه 6 شهور وأنا مغرية تدسس عنه، ما أبي أشوفه حتى. يقول: حتى لا لمحت على سيارتي، رجعت دخلت في العمارة حقتي. يقول: يوم جاء من الأيام لأني ما أخذ سيارة من الشركة، يعني بنظام الإيجار، يعني لما يعني أخذ السيارة وأقصدها أقصاد في البنك. يقول: جتني ظروف وما قدرت أسدد، قعد عندي 9 شهور يعني أقساط 9 شهور على 1200 ما سددتها. يقول: والشركة مسويت اللي إيقاف، قالت يلا يجيبوا يعني يبون يأخذون حقهم، يبون يأخذون سيارتهم ولا أجيب لهم حقهم فلوسهم. يقول: وخليها السيارة أروح عليها ولا جيت دخلتها جوا في البايكة عشان ما يسحبونها الشركة. يقول: جاء من الأيام وأتسلف، تسلفت الفلوس منه ومنه إلين جمعت 10,000 ريال حقت اللي حقت السيارة، بروح أوديها عدلهم. يقول: وأروح بودي 10,000 ريال هذه لحقين شو اسمه هذا، حقين البنك حقين السيارة حقين الأقساط. يوم جيتهم قالوا الأقساط إنها اندفعت. يقول: كيف دفعت الأقساط هذه؟ قال: والله الأقساط السيارة أقساطها اندفعت، دفعها فلان، جاء شخص ودفعها. من الشخص هذا؟ قال: والله دفعها. يقول: وأقوم يا ربي مين دفع؟ أعطني رقم اللي دفعها وكذا. يقول: يعطوني رقم الرجال اللي دفع عني الأقساط، اللي أنا جاري اللي أنا أنحش عنه والناس يقولون عليه كلام وكذا، استغفر الله العظيم. يقول: وأقوم أخذ الرقم الجوال وأكلمه. يقول: دقيت عليه السلام عليكم، أنت فلان؟ قال لي: وش سالفة أقساط السيارة دي؟ وش كيف سددتها؟ قال: خير إن شاء الله. يقولت أنا جايك ذا الحين أبعرف إيش الموضوع هذه السيارة وكيف سددت فلوس السيارة. يقول: وأقوم وجيه في بيته بعد ما اتصلت عليه، قال: أقلط يلا تقهوى. قلت: والله أني ما أبغى تقهوى ولا أبغى شيء، أبغى أعرف أنت كيف سددت عني هذه الفلوس اللي حقت السيارة. قال: أنا أطلع الدوام بدري، أطلع الساعة 6 الفجر كذا أطلع للدوام. يقول: يوم أني طلعت للدوام طالع إليني أشوف الشركة بتسحب سيارتك في الصباح. يقول: جيت تكلمت معهم، قلت لا تشيلون السيارة ويعني ورعيها ما يدري، صاحب السيارة جوا نايم، دقوا عليه الباب. قال: لا والله ما بدقين عليه، لا 10 شهور تقريبا ما سدد أقساط السيارة.
قلت طيب، قالوا تحب نسحبها السيارة، طلبتها الشركة وانا بنوديها لها وعليها المبلغ كذا وكذا. يا ابن حلال قال مر. قلت خلاص انا بسددها. قال خلاص تطلع معنا دحين للشركة وتسددها. يقول واروح معهم وانا اخوك للشركة واسدد عنك الاقساط لي في السيارة ويخلون سيارتك. خلوا السيارة ورحت انا وياهم، وهذا هو الكلام. وتراني والله انا اخوك سددتها، يعني انك جاري وصراحة وما ابي اضرك ولا بيك تنظر، لاني لو خليتهم يشيلون السيارة كان بتنظر، عندك اطفالك تشوفك توديهم للدوام، وعندك زوجتك اشوفك توديها تراجع بها وكذا. ما حبيت انك صراحة تتأذى بسبة ان بيسحبون سيارتك. يقول بديت انا صراحة اشكره وجزاك الله خير، وترى معي، قلت له ترى معي جزء من المبلغ بعدك اياه. قال له والله المبلغ هذا رد لأهلي اللي انت سلفته من عندهم، وتقدر تقصدني زي ما تبغى براحتك، يعني اي كل شهر اشي اللي انت تبغى تدفع ادفع، واذا كانك محتاج ما في مشكلة اخرني شوية، ومتى ما بغيت ترجعها ترجعها. يقول عرفت ان الرجال معدنه كويس، وان زملائي اللي قعدوا يقولون كلام في الرجال ويخربون سمعته. صراحة ان هذا يعني شيء وشيء مرعب، ان الناس تخرب سمعة انسان ثاني، يعني تقوم تخرب سمعة شخص وتدمر حياته وتخلي يعني تخليه بشع في نظر الناس، هذا يعني شيء سيء الصراحة. يقول أقوم أسأله عن أمه وعن إخوانه وعن أبوه، وانت منك جاي؟ يقول ما كنت أعرف أشياء دي يعني. قال أنا والله جاي من الرياض، ومنقول عندكم هنا في تبوك. يقول أنا وإخواني ثلاثة، واحد من إخواني متوظف في الرياض عند أهلي، وأنا كنت متوظف أيضا في الرياض ونقلوني هنا عندكم في تبوك، وواحد من إخواني والله مريض تعبان ويتعالج، وأنا أخوك مستشفى الآن. تعرف لي على شلة وخربوه الشلة هذا، صاروا يعطونه مخدرات وكذا، والحين الحمد لله يتعالج في مستشفى الأمن، وإنه والله ناس كويسين والحمد لله، وهذا الشيء مو فينا. ما أدري كيف الولد ذا جمع لهذه الشلة وخربته. يقول يوم ما عرفت إنهم سامعين إن أخوه يعني فيه كذا، وعلى طول قالوا كلهم يعني الناس كلها خربانة اللي في البيت. يقول لا تظلمون أحد زي الحين، أنا يوم ظلمت جاري وصرت ما أداني وكرهته بسبة أنهم قالوا أنه يستخدم هذه الأشياء، وأنا ظلمته. يقول وأنا ما أعرف عنه شيء. يقول لا تحكمون على الناس من كثر كلام الناس، لا تحكم على الشخص لين تعرفه، لما تعرفه وتعيش معه وتعاشره راح تعرفه، لكن تحكم عليه زي كذا الناس اللي تخرب سمعة الناس، يقول احذروا منهم. ترى في ناس واجد تخرب سمعة الناس، يعني حقد وشيء يعني مو بزين يعني الصراحة الشيء هذا. يقول يومها ما عاد أفارق صاحبي ذا اللي هو جار، صرت أنا وياه أروح أنا وياه وأجلس أنا وياه، وفي العصر يتقهوى أنا وياه، وأنا دي عندي يتقهوى وأسولف أنا وياه. يقول من بعدها عرفت أن الناس ما تعطي خير، يجي فيها حسد يجي حقد عشان يدمرون هذا الشخص. وإلى فيديو آخر إن شاء الله، وإلى اللقاء.